يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم إني أتوسل إليك بدعاء الصالحين من عبادك. لا، ما يجوز هذا، هذا توسل من الله بعمل غيرك. دعاء الصالحين هذا عمله، ما هو بعملك أنت، ولا تتوسل بعمل غيرك، إنما تتوسل بعملك أنت. توسل الله بالعمل، توسل الله بعمل العامل، ما هو بعمل غيره. ما علاقة بأعمال غيرك وصلاح غيرك؟ ما لك فيه شيء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تسألون عما كانوا يعملون.